بسم الله الرحمن الرحيم. يصل إلى البلاد يوم غد الأحد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة والوفد المرافق لسموه في زيارة أخوية يقدم فيها التهاني بمناسبة شهر رمضان المبارك لأخيه حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.